أيام شارع نابلس هو بيتم على 3 أيام بتفتح فيه المؤسسات على طول شارع نابلس أبوابها، نستغل كل المساحات الموجودة فيها، برامجها كمان الموجودة، بالإضافة لذلك إحنا عملنا برامج متخصصة لهذا الحدث. خلال المهرجان احنا عملنا كثير العديد من البرامج الفنيه والثقافيه والكثير من البازارات. خلينا نقول احنا بنشجع الزائرين من خارج المدينه وداخلها يجوا يزوروا القدس. Palplus, from Palestine to the world.